مع بطء وتيرة التقدم الروسي في أوكرانيا، تتصاعد التكهنات عن احتمالية إعلان بوتين تعبئة عامة. فموسكو إذا ما أرادت أن تنهي هذه الحرب فعليها على ما يبدو الدفع بأعداد أكبر من القوات، ولكن ما هي تداعيات إعلان هذه التعبئة؟ بحسب مجلة فورين أفيرز، هذه التعبئة ستمكن روسيا من الهجوم مرة أخرى على كييف أو من حملة لتقسيم أوكرانيا إلى شرقية وغربية أو من تحويل أوكرانيا إلى دولة فاشلة عبر استهداف بنيتها التحتية. لكن المجلة اعتبرت أن إقدام بوتين على مثل هذه الخطوة سيهدد استقرار نظامه المعتمد في الأساس على عدم تدخل العامة في السياسة في مقابل توفير الازدهار وفرص تحقيق الذات أو الثراء، لأن بوتين إذا ما فقد رضا الروس وأضر بحياتهم المدنية حينها ربما نشهد دوراً أمريكياً في الدفع نحو انقلاب ضد بوتين، ويدرك بوتين هذه الجزئية تماماً. لذلك يصر دائماً على أن الحرب على أوكرانيا ما هي إلا عملية عسكرية خاصة وليست حرباً بين دولتين. أما المحللون فيرون أن بوتين تحايل على إعلان التعبئة بشكل رسمي لأنه أعلنها بالفعل من خلال عدة تشريعات، منها ما أعلن في 25 من مايو الجاري وهو إلغاء الدوما سقف سن الخدمة العسكرية بالتعاقد، ما يسهل ضم الاختصاصيين للجيش الروسي. وفي اليوم نفسه تم تقديم مشروع قرار ينص صراحة على أنه يتهم بالخيانة من يشارك في عمليات عسكرية تتناقض مع مصالح روسيا، فضلاً عن أن لجان التجنيد العسكرية تمطر الروس بدعوات للتسجيل في قوائمها، بينما أرباب العمل ما زالوا يبحثون عمن يساعدهم على إنجاز أعمالهم في زمن الحرب.